بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في Basic Neonatology 10 minutes lecture notes. هنتكلم النهاردة على موضوع Neonatal Hypertension. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ مصر واهلها الطيبين من كل مكروه وسوء. عايزكم تبقى سعداء ومبسوطين زي ما الطفل ده مبسوط وسعيد كده وصورته جميلة. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. تعالوا بينا نشوف هنتكلم عن ايه النهارده. هنتكلم على 8 بوينتس. هنتكلم في introduction, science of neonatal hypertension, measurement of neonatal blood pressure, ازاي نقيس blood pressure, differential diagnosis والمقصود بيه underlying etiology of neonatal hypertension, laboratory studies for neonatal hypertension, imaging and other studies, plan for of management and drug therapy. على بركة الله نبدأ. الراجل ده متحفز اهو. خليكم متحفزين بقى كده وركزوا معايا. يلا يا شباب. اول حاجة في الانترودكشن about neonatal hypertension. هل في definition محدد neonatal hypertension؟ الحقيقة مفيش يعني حاجة محل اجماع. انما في تقريبا يعني ممكن نستخدم بعض الحاجات اللي هي الابروفد. There is no set definition of hypertension in newborn. American Academy of Pediatric Clinical Practice Guidelines for Children and Adolescents state that normal blood pressure is less than 90% percentile. Hypertension ممكن defined as follow. يا اما نقيس البلاد بريشر ويبقى البلاد بريشر اكتر من 2 ستاندرد ديفيشن ابوف ذا مين, او ان انا البلاد بريشر يبقى اكتر من 95 برسنتايل فور بوست منسترال ايج. يعني العيان عنده 44 اسبوع, 45 اسبوع, 43 اسبوع وهكذا, 30 اسبوع, يبقى البلاد بريشر اكتر من 95 برسنتايل هنقول عليه هايبرتنشن. يبقى لو انا اكتر من 2 ستاندرد ديفيشن ابوف ذا مين او اكتر من 95 برسنتايل فور ايج فور بوست منسترال ايج. طيب الهايبرتنشن بيحصل في نسبه كام؟ بيحصل في 1-2% اوف اول نيونيتس النيونيتال انتنسيف كير يونت. طيب هو في اكتر في الفول تيرم والبري تيرم, الحاجه اللي هي متوقعه ان هو يكون اكتر في الفول تيرم. لا, الحقيقه هو اكتر في البري تيرم. الفول تيرم بيبقى 0.2% وبيبقى مور كومن زي ما قلنا في البريماتور انفنت, لدرجه ان هم بيمثلوا 75% من حالات الهايبرتنشن في الان اي سي يو. اوكي يا شباب, يبقى الانسنس اوف هايبرتنشن ان يونيت بيتراوح ما بين 1-2% وبيبقى اكتر في البري تيرم اكتر منه في الفول تيرم. طيب تعالوا نقول اكتر حاجه ممكن لو انا عندي, بقول ان لو انا بشوف في كاردك مال فورميشن هيطلع عندي كواركتيشن اوف اورتا از موست كومن هارت مال فورميشن ذات كوز هايبرتنشن ان يونيتس. يبقى انا وانا بقيس وانا بتابع اليونيت لازم اخد بالي اقيس البلد بريشر في الفور ليمس, واللي بيعمل ايكو لابد ان هو ياخد باله من الكواركتيشن وياخد من السوبرا ستيرنال فيو, لان احنا عارفين في الايكو عندنا اكتر من فيو, عندنا في سب كوستال او سب زيفويد, وعندنا الابيكال فيو, وعندنا الباراسترنال لونج وشورت اكسس, والسوبرا ستيرنال فيو مهم جدا علشان الكواركتيشن اوف اورتا. Persistent hypertension should be treated because it can cause hypertensive cardiomyopathy, يأثر على الهارت فيعمل cardiomyopathy زي ما بيحصل في الكبار, ويأثر على الكيدني فيعمل نفروباثي, ويأثر على البرين فيعمل انكيفالوباثي, ويأثر على الريتنا فيعمل ريتينوباثي. يبقى أنا ال persistent hypertension في النيونيت should be treated, لأن في episodes of hypertension ممكن تحصل مع ال pain crisis. يعني لو أنا عملت puncture أو عملنا maneuver painful maneuver ممكن تعمل episodes of hypertension, انما لو انا hypertension persistent hypertension should be managed ومهم جدا ان انا اخد بالي منه. American Academy of Pediatrics does not recommend universal screening in term healthy newborn. يعني مش هعمل screening لكل النيوبورن الموضوع blood pressure. امال هعمله في مين؟ هعمله في اللي عنده coarctation of aorta, احتمال coarctation of aorta, واللي عنده renal disease, سواء كان renal disease دي parenchymal renal disease او vascular disease او renal vascular disease. اطفال جمال هم مع بعض في تعاون وزي الفل اهو, شكل جميل ممتع. ايه الساينس اوف neonatal hypertension؟ هو الهايبرتنشن هيبقى له manifestation في النيونيت؟ هيبقى له manifestation اوف في النيونيت. Presentation of hypertension varies and can range from no signs to massive heart failure and cardiogenic shock. للدرجه دي؟ للدرجه دي. يبقى ممكن العيان ما يبقاش عنده اي manifestation خالص,
وممكن يبقى عنده هارت فيلير وممكن يبقى يدخل مننا في كارديوجينيك شيب. طب ما فيش ما بين الوضعين دول اقصى اليمين واقصى الشمال في مانيفستيشن ممكن نشوفها هنا. Infant with high blood pressure usually show no signs and the hypertension is noted incidentally on routine continuous monitoring. طيب ما فيش ساينس؟ لا ممكن نلاقي حاجه ثانيه. Alternatively can be manifest the following signs. يعني كل المانيفستيشن اللي هنقولها دي ممكن تبقى manifestation of neonatal hypertension: irritability, tachypnea, cyanosis, seizure, lethargy, increased tone, apnea, abdominal distension, failure to survive, irritability, feeding difficulties, respiratory distress, fever and motility. كل دي ممكن تبقى manifestation. يبقى انا عندي اقصى الشمال واقصى اليمين ممكن ما يبقاش في اي manifestation خالص، ممكن يعني يبقى عنده heart failure او ممكن يبقى عنده cardiogenic shock وشوك، وفي النص ممكن يبقى عندي manifestation دي اللي هي الارتابيليتي والتاكيبنيا سيانوزس سيجر ليسرج انكريز تون ابنيا ابدومينال ديستنشن فيلير تو سرايف ارتابيليتي فيدنج ديفيكلتس ريسبيرتوري ستريس فيفر اند موتلينج. انفانت وذ سيفير هايبرتنشن كان هاف كونجستيف هارت فيلير كارديوجينيك شوك هايبوتنشن ماسكينج هايبوتنشن ماسكينج هايبرتنشن سيجرز رينال ديسفانكشن اند اور هايبرتنسيف ريتينوباثي. يعني العيان اصلا عنده هايبرتنشن ومن السيفير هايبرتنشن دخل في شوك، فبنسميها ايه؟ شوك او هايبوتنشن ماسكينج هايبرتنشن. اوكي يا شباب؟ اوكي ماشي، مبسوط الراجل اهو، خليكم مبسوطين وسعداء. ماشي يا استاذ. ميجرمنت اوف نيونيتال بلاد بريشر، الحته ديت الحقيقه انا عايزه يعني نركز فيها شويه لان ديت نقطة فيصلية، لأن أنا عشان أقول إن في بلاد بريشر عالي لابد إن أنا يبقى في عندي أكيوريت ميجرمنت أوف بلاد بريشر. طب الميجرمنت أوف بلاد بريشر ده بيتقاس إزاي؟ الحقيقة إن يونيتال بلاد بريشر بيتقاس بطريقتين، انفيزيف أند نان انفيزيف ميثودز. أوكي؟ أوكي طيب. الانفيزيف ميثود ديت انكلود اندولينج انترا ارتيريال كاستر، وديت موست أكيوريت بيسموها جولد ستاندر. بيتركب في الأرتري، بيتركب كاس، الكاس دي بتبقى كونكتد بمونيتور وبيعمل وبيأسس البلاد بريشر. طيب وديت اكوريت ولكنها انفيزيف تكنيك. نون انفيزيف ميثودز انكلود دوبلر الترا ساوند اند يوز اوف ان اوسيلومتريك ديفايس. طيب ذا موست كومن ميثودز يوزد ان نيكيو ار ذا اندولينج انترا ارتيريال كاس اند ذا اوسيلومتريك ديفايس. تعال نشوف كده، ده اللي هي الاندولينج كاس، في قسطره داخله في الارتيريال لاين هنا. اوكي يا شباب اهي ماشي، وكونكتد هنا بالبريشر باك ده بي وده المونيتور ماشي. ده بريشر ترانسديوسر اوتوميتد فلاشنج سيستم، ده بيقيس للبلاد بريشر. يبقى هنا البريشر باك وهنا الاوتوميتد او المونيتور اللي بيقيس لي البلاد بريشر، وهنا انترا ارتيريال، وفي هنا على فكره التيوب ديت فيها فيلد ويز سالين. اوكي ده المونيتور العادي اللي هو الاوسيلومتريك، وده بقى اللي هو الدوبلر. انا بدل ما بحط السماعه انا بحط الدوبلر هنا، ترانسديوسر اوف دوبلر اهو ماشي، ومحطوط في الدايركشن اوف ارتري بيسموه لونجيتودينال دايركشن اوف ذا ارتري. وهنا هيحصل انفليشن هنا، وهنا هنشوف بالدوبلر، هنا هنشوف البلاد فلو في الدوبلر بالدوبلر هنا. بدل ما بسمع بالسماعه انا بشوف البلاد فلو بالدوبلر اللي هو بيسموه بيعتمد على او دوبلر الترا ساوند ميجرنج اوف بلاد بريشر. يبقى انا عندي ثلاثه ميثود، سواء احنا او عندنا انفيزيف ونان انفيزيف. الانفيزيف اللي هو الاندويلنج انترا ارتيريال كاس، والنان انفيزيف اللي هو دوبلر الترا ساوند باستخدام الاوستريمتريك ديفايس. ماشي يا شباب. طيب الاوتوميتد اوستريمتريك ديفايسز ده الحقيقه عشان يبقى اكوريت يبقى انا عندي 3 4 شروط لازم اخد بالي منهم وانا بقيس البلاد بريشر. شوز ابروبريت سايت، السايت اللي انا هقيس فيه كويس اختاره كويس، واختار الابروبريت كاف سايز، ده مهم قوي الحقيقه. وفي ريكومنديشن للكاف سايز، الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك ريكومنديشن فور بلاد بريشر كاف بلادر ويدث، الويدث بيبقى 4 سم في النيو بورن و6 سم في الانفنت. اللينس اوف ذا كاف بلادر بيبقى 8 سم ممكن يصل ل 10 سم في النيو بورن، وفي الانفنت 12 ممكن يصل الى 15 سم. يبقى الكاف بلادر لها ويدث ولها لينس.
الويدث بتاعها 4 سنتي في النيو بورن، واللينس بتاعها 8 ل 10 سنتي. بنختار البليس الكوريكت بليس اوف ذا كاف وميك شور اول ذا اير از اوت اوف ذا كاف عشان اعمل اكوريت ميجرمنت اوف بلاد بريشر. على فكره الـ فيه بروتوكولز بتستخدم لقياس البلاد بريشر في النيونيت. البروتوكولز فيها حوالي 5 نقط او 6 نقط. اول نقطه ان احنا نقيس البلاد بريشر 1 اند هاف اور افتر فيدنج اور ميديكال انترفنشن. لو انا ركبت تيوب، لو انا ركبت له اي في لاين، لو انا عملت له فيدنج، بعديها بساعه ونص عشان يبقى العيان قال. الحاجه الثانيه ان انا اقيس البلاد بريشر والعيان سليب او ان كوايت ستيت، ماشي. الحاجه الثالثه بنستخدم الابروبريت سايز. الحاجه الرابعه ميجر باي اوستيومتريك ديفايس، ونقيس ثلاثه سكسيسيف بلاد بريشر ات 2 مينيت انترفلز، ماشي. الحاجه الرابعه او الحاجه الخامسه ميجر ذا بلاد بريشر ان ذا اكستريميتيز ابر اند لور لمز زي ما قلنا عشان حالات الكواركتيشن اوف اورت. يبقى ده البروتوكول اوف ميجرمنت اوف بلاد بريشر. يبقى اما اقول لك ايه البروتوكول الفور استابليش او ستاندرايزيشن اوف بلاد بريشر ميجرمنت ان انفنت او ستاندردايزد، البروتوكول بيعتمد ان على 5 نقط زي ما احنا قلنا كده. تعالوا بعد كده في ريفرنس بلاد بريشر رينج. على فكره البلاد بريشر له يعني البري تيرم زي ما قلنا هيبقى له ميجرمنتس معينه، والترم انفنت هيبقى له ميجرمنتس معينه. لو اعتمدنا على المين بلاد بريشر هنا معتمد على الوزن، لو الوزن من 500 ل 750 هيبقى المين بلاد بريشر بتاعه 38 ل 49. احنا عندنا جهاز زي جهاز دايناماب هيقيس لي المين بلاد بريشر، وعندي سيستوليك والديستوليك هنا اهو. فممكن اخلي الريفرنس ده عندي استخدمه عندي احطه في الكلير هولدر بتاعي وانا بشتغل في ال ان اي سي يو. الترم الفيرست دي له بلاد بريشر معين، مين معين، وسيستوليك معين وديستوليك معين، سكند دي ثيرد دي الفورس دي وهكذا. في برضه بوست كونسبشوال ايج، لو انا العيان على 95 برسنتايل و 99 برسنتايل، انا لو 26 اسبوع يبقى كذا، 28 اسبوع وهكذا وهكذا لحد 44 اسبوع البلاد بريشر ممكن يبقى 105 على 68. لو انا وصلت 105 على 68 يبقى انا كده عند ال 95 برسنتايل، يبقى انا دخلت في هايبرتنشن. ماشي يا جميل يا ابو سنة جنان. الديفرنشال دياجنوز هنا هنقصد بيه اللي هو الاندرلاينج ايتيولوجي. هايبرتنشن يونيت از موست كومنلي سكندري هايبرتنشن، يعني تقريبا يمثل معظم الهايبرتنشن في النيويت سكندري لاندرلاينج ايتيولوجي، هو ده اللي احنا هنتكلم فيه. Which means that it's caused by the underlying identifiable condition or cause. Hypertension newborn is most commonly renal in origin. يعني الكلام يعني المهم جدا تقريبا commonly في النيوبورن ان هو الهايبرتنشن بيكون نتيجة الرينال بروبلم، سواء هذه الرينال بروبلم رينال فاسكولار او رينال برينكمال ديزيز. الحاجة التانية اللي هي considered في النيونيت اللي هي البرونكو بالمر ديسبليزيا is the most common non-renal cause. يبقى انا عندي رينال كوز، لو اقول الموست كومن رينال كوز او الموست كومن كوز اوف نيويت هايبرتنشن اللي هو رينال كوز. ذا موست كومن نون رينال كوز اللي هو البرونكو بالمنر ديسبليزيا. في ستادي بتقول ان الموست كومن 3 موست كومن كوز اللي هم الامبليكال ارتري كاسترايزيشن اسوسييتد ثرومبوزس وبرونكو بالمنر ديسبليزيا وكواركتشن اوف اورتا، انما المهم جدا طبعا موضوع الرينال. خلاص يبقى انا لو انا لخصت كده عندي اربع حاجات كبار جدا، رينال ديزيز سواء رينال ديزيز برينكمال او رينال فاسكولار ديزيز، عندي البرونكو بالمنر ديسبليزيا، عندي الكواركتيشن اوف اورتا، وعندي الامبليكال ارتري كاسترايزيشن اسوسييتد ثرومبوزس. دي الاسباب المهمه جدا 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 للنيونيتال هايبرتنشن. طيب نشوف كده بقى بالجدول. في ممكن كارديا كوز، كارديا كوز كواركتيشن اوف اورتا، اورتك ارش انتربشن، هايبوبلاستيك اورتا، والحد مفاجاه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها البيت انتكس ارتريوس ممكن تعمل لنا هايبرتنشن. دراجز دراجز للانفنت او دراجز للام، دراجز للانفنت زي الاستيرويدز، دراجز للام زي الكوكايين. في اندوكرينال كوز ادرينال هيموريج هيماتوما تيومر ادرينوجينيتال سندروم وهكذا. ميتابوليك كوز الهايبر كالسيميا تعمل يونيت الهايبر تنشن. نيورولوجيكال كوز الفيت انترا كرينال بريشر سكندري تو انترا كرينال هيموريج هيدروكيفلس مننجيتس سابديورال هيموريج. كل ديت اسباب تعمل لي نيورولوجيكال كوز تعمل لي يونيت الهايبر تنشن. البين اند اجيتي ودي مهم جدا جدا جدا، لان احنا ما عندناش البين مانجمنت الحقيقه في ديفكت في النيونيت في الاندر ديفلوبد كانترز، فلابد ان احنا الحقيقه
نركز على موضوع البين ده والبين مانجمنت، لانه موضوع مهم جدا جدا، ولابد ان احنا نتقدم فيه اكتر من كده علشان المشاكل اللي بتحصل من البين في ال اي سي يو. البين ممكن يعمل لي ابيسوديك هايبرتنشن، بالمونري كوز روح زي ما قلنا البرونكو بالمونري ديسبليزيا وكورونيك لانج ديزيز، انما صورك سري ان هو يعمل هايبرتنشن لانه بيبقى اكيوت وبيبقى يعني بيحصل له مانجمنت ايرلي. رينال برينكمال ديزيز اكيوت تيوبلر نكروزس كورتيكال اند بلادلر نكروز انترستيشن نفرايتس هيبوليتيك ريمك سندروم وهكذا. في رينال فاسكولار بقى بعد كده في برضه البوليسيستيك كيدني من الرينال برينكوال ديزيز ممكن تعمل لي نيونيتال هايبرتنشن. رينال رينو فاسكولار رينال ارتري ثرومبوزس رينال ارتري سينوزس رينال فين ثرومبوزس ماشي وهكذا. في سندرومس ممكن تعمل لي نيونيتال هايبرتنشن زي النونان والويليامز والترنر والليدل والكوكين سندروم والنيورو فايبروماتوزس والتبرا سكليروزس كومبلكس، كل الحاجات ديت ممكن تعمل لي نيونيتال هايبرتنشن، يبقى ديت سندرومس ومال فورميشن. تيومرز زي الويلمس تيومر وميزوبلاستيك نفروما ونيوروبلاستوما والنيفروبلاستوما والفيكروموسايتوما. في مسلينيا سكوز وعلى راس مسلينيا سكوز اللي هي البيرس اسفيكسيا كلوزر اوف ذا ابدومينال وول ديفكت زي لو عندي حاله انفالوسيل او جاستروكيز. اوكي يا شباب؟ طيب ماشي، طلع لسانك عيب يا استاذ. Laboratory studies of neonatal hypertension. Few tests are usually needed and should be dictated by history and physical examination. Few common tests should include complete blood count, platelet count, serum electrolytes. نعمل صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد وبيكربونات. Blood urine nitrogen and creatinine urine analysis, surveillance ultrasound with Doppler and echocardiography. ده الاساس، ده الكومن تيست. في بقى حاجات مور ديتيلز اكوردنج للهيستوري والاكزامينشن، اللي هو نعمل سيرم كالسيوم سيرم كورتيزول ثايرويد ستادز بلازما رين اكتيفيتي الدوستيرون هيد الترا ساوند انجيوجرافي رينال سنتوجرافي اسسمنت اوف ذا رينال فانكشن از امبورتنت زي ما قلنا في البيزكس. الايمجينج اند اذر ستادز، ايه ممكن الايمجينج اللي بنعملها لحالات هايبرتنشن؟ عندنا ممكن نعمل ابدومينال الترا ساوند زي ما قلنا ونعمل شيست راديوجراف. الالترا ساوند هتشوف فيه اسسمنت للكيدني سواء فاسكولار او برينكمال كيدني ديزيز. شيست راديوجراف هتشوف الهارت وسيل اوف ذا هارت وشوف البرونكوبالمونال ديسبلي بتاع البرونكوبالمونال ديسبليزيا. الايكوكارديوجرافي هتشوف الكواركتيشن اوف اورتا لو عندك بي دي اي لو عندك اذر مالفورميشنز. كلينيال ايمجينج والترا ساوند هتقول اوت الانترا فنتريكولار هيموريدج. في فيزر استاذ ممكن بقى نعمل انجيوجرافي نعمل ابدومينال كمبيوتر توموجرافي سكان نعمل فويدنج سيستيروسوجرافي لو في يورينري باثولوجي از بوسيبل وممكن نعمل نيوكلير ميديسين ستاديز للكن. البلان بتاعنا للمانجمنت اوف نيونيتال هايبرتنشن كونفيرم ذا بلاد بريشر ميجرمنت، الاول نقيس صح زي ما قلنا كده هنقيس بنون انفيزيف او انفيزيف تكنيكس ونستخدم البروتوكول المستخدم في حالات الستاندرايزيشن اللي بيستخدم في حالات القياس بلاد بريشر في النيونيت. تريت اني اوبفيوس اور كوركتابل كوز اوف هايبرتنشن، سم انفانت مي ريكواير انتي هايبرتنسيف ميديكيشن وايل كوركتيف ثيرابي از بينج دان، يعني بنمشي في اتجاهين، بمشي ان انا بعمل كوركشن لو انا عندي فوليوم اوفرلود، لو عندي انا بدي ميديكيشن وبعمل اصدار للميديكيشن زي الاستيرويدز، انا في نفس الاتجاه قد احتاج ان انا ادي انتي هايبرتنسيف وانا بعمل كوركشن ل اللي هو الكوركتيف كوز او اللي هو الكوركتابل كوز. كونسلتيشن ويز بيدياتريك كارديولوجي اند نيفرولوجي تو هيلب مانج هايبرتنشن ار ريكومندد، ممكن نكونسلت يعني اذر كونسلتس مي ريكواير ساتش از اندوكرينولوجي يورولوجي اور سيرجري ديبندنج اون ذا اندرلاين كوز اوف ذا هايبرتنشن. ذا فولونج ار تريتابل كوز اوف هايبرتنشن، عندي حوالي 6 7 او 8 حاجات دول بنسميهم تريتابل كوز اوف هايبرتنشن. لو انا عندي فلويد اوفرلود اقلل اعمل ريستريكشن للصوديوم والفلويدز. لو عندي بين ادمنستر بين ميديكيشن ستوب اني ميديكيشن. لو عندي هايبر ثيروديزم اظبط هايبر ثيروديزم. لو عندي كونجنت ادرينا هايبر بيزي اظبط الكونجنت ادرينا هايبر بيزي. هايبر كالسيميا امانج هايبر كالسيميا. اورتيك اورينال ثرومبو امبوليك ايفنت شود بي تريتد ويز كلوز مونيتورنج اند سبورتيف كير انليس سيفير انف ذات زي نيد انتي كواجوليشن اور فايبرونيتيك ثيرابي ونريموف الامبريكال ارتري كاستر اف بوسيبل. وبعد كده في احيانا بتبقى محتاجه حاجات بتبقى محتاجه سيرجيكال انترفنشن، والاوبشن ده في اقل من 10% اوف انفنت علشان لو في اوبستراكت في روبيسي او ريبير اوف كوركتيشن اوف اورتا او نيفروكتومي فور يونيلاترال رينو فاسكولار ديزيز. الدراج ثيرابي ذا جاي دراج ثيرابي ديترماين هويزر ذا هايبرتنشن از مايلد مودريت اور
مالجنانت لايف ثريتنينج تقريبا تريتمنت ثريشولد ار ان كلير اند ميني اوف ذا ريكومنديشن ار كونتروفيرسال. يعني مش عايزين الطب نسبي متغير، وبالتالي مش عايزين نبقى نقول ان احنا عندنا حاجه يعني ستريكت بنسبه 100%. فالكلام يحتمل الاخذ والعطاء. جميل الامر دي. الدراجز او دراجز اوف دراج ثيرابي اوف نيورال هايبرتنشن، في الانتي هايبرتنشن هايبرتنسيف ايجنت ممكن تبقى دايوريتكس زي الفورسامايد والدوز بتاعت الحياه، لان هذا مش مجال ان انا اقول الدوزز ونقعد نحفظ مع بعض الدوز. الفورسامايد الكلوروثيازيد هيدروكلوروثيازيد، على فكره الدايوريتكس من الحاجات اللي هي بتستخدم كتير، والفازوديليتر يعني الدايوريتكس والفازوديليتر بنستخدمهم كتير قوي في ان الفورسامايد كلوروثيازيد هيدروكلوروثيازيد الفازوديليتر زي الهيدرالازين بتدوز زي ما احنا شايفين كده. في الكالسيوم شانل بلوكرز امايوديبين ونيفيديبين وهكذا. فيه البيتا بلوكرز زي البروبرانولول، في الالفا اور بيتا بلوكر انتاجونست زي اللابيتالول، والاي سي اي انهيبيتورز ماشي زي الكابتوبريل. طيب تعالى نشوف كده بعض الامبورتنت بوينت وين يوزنج انتي هايبرتنسيف ميديكيشن ان يونيتس. لو الحقيقه لو في حالات البرونكو بالمونري ديسبليزيا او كورونيك لانج ديزيز، انا يحبذ ان انا ما استخدمش البيتا بلوكرز اللي هو البروبرانولول او اللابيتالول. ليه؟ لان هم بيعملوا برونكوس كونستريكشن او بيعمل برونكوس باسم. يبقى لو انا عندي حاله برونكو بالمونري ديسبليزيا او كرونيك لانج ديزيز، ما استخدمش البيتا بلوكرز او اللابيتالول في الحالات دي. طيب لو انا عندي لو انا بستخدم انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز زي الكابتوبريل، اخد بالي ان انا ما استخدموش اقل من 44 اسبوع، وهنقول السبب ليه. او في الحالات اللي فيها رينال ديزيز، يبقى لو انا عندي رينال ديزيز او عندي العيان اقل من 44 اسبوع، احرص في استخدام الكابتوبريل. ليه؟ لان هذا الدراج بيعمل ايه؟ بيقلل البلاد بريشر بطريقه سيفير، بروفاوند ديكريز ان بلاد بريشر. This medication if given before 36 weeks of age have the following effect on the postnatal kidney development. بيعمل اتروفي اوف ذا رينال بابيلي، بيعمل تيوبلر الترنيشن، بيعمل فايبروس واتروفي، يعمل يورينال كونسنتريشن امبيرمنت اند ريدكشن ان ذا نيفرون نمبرز. وبالتالي ناخد بالنا في حالات الكابتوبريل ما نستخدموش قبل 44 اسبوع. اوكي يا شباب؟ اوكي. النقطه الثالثه اللي احنا ممكن نتك عليها في حالات او ناخد بالنا منها في البوينت اللي ناخد بالنا منها في حالات الهايبرتنسيف ميديكيشن في النيونيت، دونت يوز فروسامايد فور كورونيك تريتمنت ان يونيت. ليه؟ لانه ممكن يعمل هايبوكاليميا ويعمل هايبركالسيميا ونيفروكالسينوزس ونيفروليزيز. ف بالاضافه ان الفروسامايد مي اولسو هاف ان افكت اون ذا رينال ديفلوبمنت as it has been shown to reduce nephron formation and organ culture. Furosemide should be used in units with oligoric renal insufficiency and edema. يبقى نفس الفكره اللي حصلت في الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم اللي هو الكابتوبريل، اخد بالي ان انا ما استخدمش الفروسمايد ايرلي علشان النفرون ديفلوبمنت. بعد كده في السبيرونولاكتون والبوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس، ده ممكن ريكومندد في الهارب هيرا فور هايبرتنشن وذ هايبوكاليميا او ميتابوليك اسيدوز هايبر الدوسترونيزم. طيب ال ازمولول از ا جود تشويس ان ان انفنت هو كانوت تولريت بيتا بلوكرز. اذا بين and amlo dibin are good choice for long term antihypertensive therapy. Vasodilators are the most common class of hypertension antihypertensive medication used in ICU with hydralazine being the most common. يبقى انا اكتر حاجه بستخدمها اللي هو الفازوديليتر، وعلى وجه التحديد اللي هو الهيدرالازين. Many infant ممكن بعض النيوبورن يحتاجوا اكتر من ميديكيشن، وده يعني ممكن 50% من الحالات ممكن تحتاج اكتر من ميديكيشن. زي ما بنستخدم في الانتي ابيليبتيك ثيرابي، بنستارت ويز ميديكيشن وبنزود الدوز. لو احنا وصلنا للماكسيمم ومفيش ستيل في هايبرتنشن، بنضيف السكند دراج. ماشي. تيرم انفنت يوجوال ريكوير مور ميديكيشن ذان بري تيرم انفنت. كونتينوس انترافينوس ميديكيشن تو كونسيدر فور سيفير هايبرتنشن كرايسيس زي اللابيتالول زي الاسمولول زي الصوديوم نيتروبروسايد وهكذا.
البوينتس برضه ناخد بالنا منها في حالات او دراج ثيرابي في حالات النيوتو هايبرتنشن. انترميتنت انترفينوس ميديكيشن تو كونسيدر فور مايل تو مودريت هايبرتنشن اور اف اورال ثيرابي از نوت توليريتد، اللي هي الفروسمايد، هيدرالازين، بروبرانولول، لابيتالول اند انالابيريل. ماشي. طيب الاورال ميديكيشن فور هايبرتنشن مايل تو مودريت هايبرتنشن انفنت بيج كونفيرتد تو اورال لونج تيرم ثيرابي، اللي هو الفروسمايد والكابتوبريل والكلونيدين وهكذا. طيب لايف ثريتنينج هايبرتنشن اور هايبرتنسيف كرايسيس بلاد بريشر از ويل اباف ذا 90% 99% او اكتر من 30% اباف مين فاليو فور ايج وذ ساينس اوف اند اورجان ديس فانكشن، ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، كونجستيف هارت فيلير، نيوتر انسفالوباسي، كارديوجينيك شوك سيجرز، اور ويزاوت ساينس اوف اند اورجان ديس فانكشن بات ويز ذا بوتنشال تو كوز اند اورجان دامج، parenteral treatment for hypertension is recommended. اوكي يا شباب. طيب الحالات المودريت هايبرتنشن نو داتا اون تشويز اوف ميديكيشن اند نو كلينيكال ترايلز كومبيرنج ذا سبيسيفيك ميديكيشن ويز ميديكيشن تو يوز ديبند اون يور سيتويشن. ميديكيشن ذات كان بي يوزد انكلود دايوريتكس، كالسيوم شانل بلوكرز، بيتا انز ابيت تو توليريت اورال ميديكيشن. Mild hypertension usually managed by observation. Recommended or oral medication usually diuretics. يبقى لو انا عندي mild hypertension غالبا هيبقى observation وده اللي هو recommended، او ممكن ندي oral medication وغالبا هندي في oral medication اللي هو diuretics. Simple observation is the best for asymptomatic patient with no readily identifiable cause and no evidence of end organ involvement. And is supported in recent review. Observe closely with blood pressure measurement every 6 to 8 hours. Consider treatment medication if there is proven underlying renal disease, if the blood pressure elevation continue or increase, or if there is evidence of end organ involvement. زي ما قلنا قبل كده. If medication is needed, thiazide diuretics are considered. First line treatment with and are preferred over furosemide. زي ما قلنا الفروسمايد مشاكله قبل كده. ان هو بيعمل الكترايت امبالانس بالاضافه الى ان هو بيأفكت النيفرون ديفلوبمنت. ريكومنديشن فور تريتمنت بين اللونج تيرم اورال انتي هايبرتنسيف ميديكيشن ذيس ار تيبيكالي يوزد ان انفنت وذ مودريت تو سيفير هايبرتنشن هو ار ريدي تو جو تو لونج تيرم اورال ثيرابي. ميديكيشن تشويس ديبند اون يور انستيتيوشن بريفيرنس. The most common classes recommended are ECE inhibitor, alpha and beta blockers, calcium channel blockers, vasodilators and diuretics. في نهاية التو انا بشكركم، والحقيقة اتمنى ان انا اكون بس عملت برين ستورمنج ليكم على اساس ان انتوا موضوع النيوتر هايبرتنشن تبدأوا تقروا فيه وتحطوه في الكونسيدريشن، لان من المواضيع اللي انا بعتقد ان هي المواضيع المهمة جدا في النيوناتولوجي. بشكركم واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.